والله الا السيد الرئيس الى شي مرات نبقى نقول واش هاد الاخوان كيهضروا معايا ولا مع شي رئيس حكومه ديال شي دوله اخرى. واحد النهار سولت واحد المحاورين ديالي قلت لهم ملي قالوا لي هذا الشيء شنو هو الماده اللي تزاد؟ جاوبتني واحد السيده قالت لي القرعه الحمراء. الخبزه الاخ الكريم باقي بنفس الثمن الله يهديك. بشحال كتشري الخبزه استاذ؟ واش كتشري الخبز ولا كتصوب لك السيده في الدار؟ 24 ريال الخبزه. راه هذه 30 عام وهو ب 24 ريال. شنو اللي تزاد؟ حتى ليسونس اللي كان غادي كيتزاد الله اللي خلق الكون يسر وهبط بثلاثه اربعه ديال الدراهم. ف شو واقع؟ اللي كتشكي منه بلادنا ماشي كتشكي من التدهور ديال والتضخم اللي هو اللي كيبين واش كاين تدهور ولا ما كاينش، ما عمره وصل ل 2% هذه الاربع سنين الاخيره، هو معروف هذا هو الحد الادنى ديالو. اللي كاين الفقر، نعم كاين فئات فقيره ومحتاجه، وهذه الفئات الفقيره والمحتاجه راه حنا كنفكروا كيفاش نديروا الصوره، راه هذه الحكومه هي اللي جابت الدعم ديال الاراميل، هي اللي زادت التقاعد، هي اللي زادت في المنح ديال الطلبه، واش هاد الحكومه اللي كدير هادشي كتجيو تعاقبوها الله يهديكم.